وليا مرشدا. تعرضنا في الحصص الفارقة إلى تبيين ركن الإحرام، وهو الركن الأول من أركان العمرة ومن أركان الحج، وتوصلنا إلى خلاصة. وقفنا عند أنواع الإحرام. أنواع الإحرام ثلاثة أنواع: النوع الأول الإفراد، الإحرام مفردا، ثم القران، ثم التمتع. عملنا منهم الإفراد والتمتع. قران عملناه ولا قران؟ التمتع فيه شيء، يعني في كيفية تمتع الرجل والمرأة زيادة على القران والإفراد. هناك تمتع، هناك طيب، هناك ركن نكمله. شنو الركن هذايا؟ هو ركن الطواف بالكعبة، ويسمى طواف الإفاضة. شنو نعمل إذا كنا متمتعين؟ تدخل أول الأمر بإحرام، تقول اللهم إني نويت العمرة، ثم بعد ذلك إيش ماذا ستفعل؟ تقوم بطواف يسمى طواف شنو؟ طواف العمرة. ثم بعد ذلك تقوم بسعي، هو سعي العمرة، ثم تتحلل وتبقى كأحد كما كتبنا، ثم تبقى على ذلك المنوال إلى يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية. عند ذلك تعيد إحرامك، تقول اللهم نويت الحج. ثم تقف بعرفة يوم التاسع، يوم العاشر ترمي جمرة العقبة، وتقوم بالنحر وبالحلق وبطواف الإفاضة. لكن قبل طواف الإفاضة يترتب عليك سعي، يترتب عليك سعي. شنو الفرق طبعا؟ اليوم العاشر عند المفرد والقارن فيه أربع أشياء: فيه جمرة العقبة، الحلق، النحر، طواف الإفاضة. بالنسبة للمتمتع هناك شيء خامس، وهو الحج، وهو السعي. السعي علاش سعي؟ لأن الذي سعى أول الأمر كان سعي العمر. طيب بالنسبة للمفرد، هل له عمرة مع حجه؟ ماذا فعل؟ طواف القدوم، ثم السعي، ثم بقي على حاله لما يتحلل، ثم عرفة، ثم يوم العاشر له نحر وجمرة عقبة وإفاضة و شنو نسميه؟ إفاضة والحلق والنحر وجمرة العقبة، هذا يوم العاشر. فهو السعي ركن في الحج ولا مش ركن؟ عمله والمفرد ولا ما عملوش؟ طيب بالنسبة للقارئ، نفس أعمال العمرة يعملها بنفس نية الحج، يعمل طواف قدوم. هو طواف قدوم واجب للحج، فهو طواف العمرة، ثم يعمل السعي للحج وهو نفس السعي للعمرة، انتهت. ثم يكمل كالمفرد نهار عشرة ما عندوش سعي وانتهى، لكن عنده مدام قارن عنده الهدي. مش عندنا كلام الجمرات، كلام الجمرات ما فيش اختلاف بين القارن والمفرد والمتمتع. الاختلاف الوحيد هو يوم عشر، يترتب على المتمتع ويترتب على المفرد ويترتب على القارن طواف الإفاضة. لكن بالنسبة للمتمتع هو الفرق الوحيد، بالنسبة للمتمتع ما ينجمش يجيب طواف الإفاضة إلا إذا جاب السعي، لأنه هو لم يسعى سعي الحج. واضح المعلومة؟ مش واضح. المتمتع شو الفرق بينه وبين المفرد؟ أنه سبق نية العمر على الحج، يعني هو في نهاية الأمر اعتمر فقط. طيب القارن شو عمل؟ الذي دخل بالقران قرن قرن العملين
نية ولكن العمل الواحد. نية واحدة، نية فيها فيها قسمين، فيها شطرين، فيها اللهم نويت العمرة واللهم نويت الحج، لكن مش يقول اللهم نويت الحج والعمرة اثنين مع بعضهم، لكن الأعمال مش باش يعمل حاجتين، يعني مش باش يعمل اللهم نويت الحج والعمرة من بعض، يجيب إحراضين ويجيب طوافين ويجيب سعيين، لا نفس الإحرام نفس الملابس ثم بعد ذلك نفس الطواف ونفس السعي ويكمل، ما عندوش حاجة أخرى باش يعملها. السعي اللي جابه أول الأمر هو سعي للحج. المفرد ما عندوش معناش معاه إشكال هكا، المفرد بالنسبة للإفراد ما عندوش إشكال فيه، لأنه هو سيقوم بالأعمال واحدة واحدة بنية واحدة. اللي فيه إشكال هو التمتع، لأنه تمتع كالقارن بعمرة، لكن القارن لم يتحلل بينما المتمتع تحلل. من المتمتع فما فصل بين عمرته وبين حجه، القارن فماش فصل، لا. طيب المتمتع يجيب يعمل الإحرام، الإحرام اللي هو النية اللهم نويت التمتع اللهم نويت العمرة، لكن هل مادام هو قال اللهم نويت العمرة أي شيء سيفعله أركان واجبات ستدخل في باب الحج أم باب العمرة؟ طيب ننسيه العمرة طبعا. نهار 8 هو سيقول اللهم إن نويت حج. شنو عنده أركان الحج؟ عنده الإحرام، فما هو قال اللهم نويت الحج سيحرم بالحج. الإحرام الركن الأول موجود ولا؟ طبعا ما زال الركن اللي بعده شو اسمه؟ لا الركن اللي بعده ترتيبا شنو؟ السعي الطواف. طواف. ثم السعي، لأنه الطواف هنا مش تكلموش على طواف الحدود، تكلموا على طواف الإفاضة. ثم السعي ثم عرفة. طيب هو بالنسبة لي عنده عرفة هو أول شيء نجم يعمل، فيعمل عرفة ثم يبقى له قد اسمه الركن من أربع أركان زوز شنو؟ السعي والإفاضة. نهار 10 يحل له الإفاضة، وقت نهار 10 نجم يعمل طواف الإفاضة من نهارتها، ثم نجم يخليه لنهار 11 ونهار 12 ونهار 13 نجم يأخر، ينجم يأخر من نهار 10 ينجم يأخر ل 11 ومن 11 يأخر ل 12 ومن 12 يأخر ل 13، يعني عنده الوقت، لكن الوقت هذا اللي عنده باش يعمل الإفاضة، هل يعمل الإفاضة ويخلي السعي ركن السعي ما يعملوش؟ نحن كي باش نجيو نحسبوا نلقاو عنده الإحرام عمله، شنو وقوف بعرفة عمله، هذوما الركنين مازالوا زوز أركان، الركن اللي مازال هو الإفاضة، الإفاضة هو قادر عليه، لكن هاكا عنده نهار 10، إي والسعي وقتاش باش يعمل؟ يوم ساعش هو الحج السعي حتى يكون صحيح يجب أن يكون بعد طواف صحيح ركن أو واجب، ركن أو واجب يعني إما طواف القدوم وإما طواف الإفاضة، هو ما عادش عنده طواف القدوم لأنه معتمر، فولا عنده كان طواف الإفاضة، فلما كان عنده طواف الإفاضة يجب أن يسبق أن يلحقه باش السعي، ما له في نهاية الأمر المتمتع له طوافان، طواف للعمرة وطواف ركن للحج، وله سعيان، سعي ركن للعمرة وسعي ركن للحج. أما القارن فله سعي واحد هو ركن في الحج وركن في العمرة، وطواف واجب هو طواف القدوم للعمرة، هذاك ما عادش للحج هذاك اتنحى، والطواف اللي عمله هو طواف العمرة، لكن مع الركن محصله، لكن طواف الواجب هو معاه مش معاه بالنية، فالعمرة تكون صحيحة بالنسبة للقارن والحج يكون صحيح بالنسبة له بطواف واحد ثم يلحقه سعي ثم يكمل طواف الإفاضة بدون أن يجيب سعي بعد. التمتع فيه سعيان، الإفراد فيه سعي واحد، والإقران فيه سعي واحد. طيب مفهوم ونعاود. لكن هي عليه هذه القارن المتمتع عليهم هذه، هم متفهمين فيهم. القارن المتمتع عليهم هذه. تحلل من العمرة من المتمتع. كنا تقصيره بالحق. باللي يحبه هو. لكن هو التحلل الأكبر الأخير ما عادش عنده تحلل أكبر، بعد هو كأنه واحد من أهل مكة. يحب يحلق كامل، لا لا هو ما عادش. هو تحلل وأصبح إنسان عادي. يحجب شعره الكل ويعمل أي شيء. المتمتع يحرم من مكة؟ يحرم من
بيته كان في يعني عنده بيت او في نزل او في مكه في يعني في الحرم المكي خاصه هو الافضل عكس القارن القارن والمفرد داخل بإحرامه من الميقات لكن المتمتع اصبح كواحد من اهل مكه فيحرم من مكه ما يخرجش ما يخرجش حتى ما يجمعش هذا المتمتع ما يجمعش بين الحل والحرام يبقى في ثم ذاك من بعد لكن هو مدام في الوقت هذاك يحرم من مكانه ثم يخرج لكن في الأصل يبقى معناته في مكانه سواء في بيته في النزل أو في الحرم يعني في المسجد هذا الفرق بين التمتع والقران والإفراد التمتع والإفراد والقران لهما المشترك بيناتهم شنو أن يجب على المتمتع والقارن أن يدفع هادية وبالنسبة للمفرد لا يدفع شيئا بالنسبة للفرق بين التمتع والقران كلاهما العنصر المشترك كلاهما يتمتع فيه الحاج بعمرة في موسم الحج القارن له أجر العمرة والمتمتع له أجر العمرة في موسم الحج لكن الفرق أن التمتع فيه تحلل بعد العمرة وفيه سعي بعد طواف الإفاضة والقرار ليس فيه تحلل وليس فيه سعي إذا كان المتمتع جاي من المدينة ما يحوش فيها بلد في مكة ما فهمتش هو جاي من المدينة ما معنى المتمتع معناها مشى المدينة قبل كيف نفس العملية فماش فرق التمتع هو هنا هذاك الميقات نتاعه هو في المدينة كما القارن والمفرد إذا جاي من المدينة ميقات منين عبارة عليه لكن إذا دخل مكة هنا وليد يختلف الميقات يعني للحج يختلف الميقات نتاعه واللي ميقاته هو ميقات أهل مكة المقيمين هذا ما كتبناهش نحن احنا كتبنا التمتع كأخر حاجة التمتع تحط وصفته وصفته أن ينوي هذه خلاصة أنتم عاشوا حاضرين ولا هذه اتخذت خلاصة للي حتى أنا مش اسمه المشروع اللي قبل عملنا خلاصة وصلنا فيها أنواع الإحرام خذوه عند حد لكن نبدأ من الفقرة هي وصفته أي صفة التمتع أن ينوي الحاج العمرة وصفته أن ينوي الحاج العمرة فيطوف لها ويسعى ثم يتحلل فيطوف لها ويسعى ثم يتحلل إذن بطوافه وسعيه قد حقق شنو حقق ركني ثلاثة أركان الإحرام ثلاثة أركان العمر ثم يتحلل ويصبح شنو العمر فيه ثلاثة أركان الإحرام والطواف والسعي هذه ثلاثة هو عملهم ولا عملهمش جابهم ولا إذن هو أحرم بالعمر ثم طاف طاف وسعى ثم تحلل كتبنا تحلل ثم يتحلل وتحلل وأصبح كواحد من أهل مكة مك. ثم يعيد الإحرام للحج في اليوم الثامن من ذي الحج ثم يعيد الإحرام للحج في اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو اسم يوم التروية فيحرم من اليوم الثامن من اليوم الثامن يوم الثامن ذي الحجة اللي هو يوم التروية فيحرم من بيته أو من النزل أو من المسجد الحرام وينطلق من فوره لنا فما الاختلاف اللي عند الـ يعني في تطبيق الحج يوم الثامن يمشيوا لميناء وبالنسبة للتوانسة يمشيوا لعرفة مخيم عرفة هل تجيب المخيم؟
لا حكم ارتباط الكار تهز الناس للعرفة مباشرة لأنه إذا مشي زوم من الميناء مشي تعطل مش واجب لا سنة لذلك هو ما يمشيوش كان واجب كان واجب يعني الوزارة الشؤون الدينية مش باش تدخل بالواجبات لا لكن لأنه هو اكتظاظ كبير واللي فما الناس كل ماشية الميناء عبارة الناس كل ماشية للعرفة الناس كل باش يمشي الميناء فتولي فما اكتظاظ معاش المعارض يخطوا في من غدوة لأن لازمهم يكونوا في وقت معين موجودين قبل الزوال باش يعملوا الدرس ويصليوا إلى آخر ذلك يولي فما اكتظاظ كبير ينجم يتعطلوا أو يزيد يرهق الحاج ففي تونس يهزوا مباشرة من من مكة إلى عرفة مباشرة بيتعداوش على الميناء يعني ما يقفوش في الميناء وما يباتوش في الميناء فنحن باش نكتبوا إذا معروفة السنة هي في ميناء ما بيت في ميناء لكن ماهوش مفعول ومش قاعدين يعملوا فيه مش لتونس برك يعني برشا من الدول العربية ما ياشي قاعدة تدعم فيها المبيت في ميناء لأنه فيه كثير من الوقت تضيع وقت تضيع وقت لأنه ولات فما عدد كبير من الحجاج وكذلك وسائل النقل حتى في الكلاوات نتاع وسائل النقل تولي فما إضافة وكل إضافة تزيد على التذكرة نتاع الحاج إلى آخر ذلك من المعوقات فبرشا دول ما تهزش فنحن ما نقولوا ينطلق من يوم يوم التروية إلى عرفة مباشرة إلى عرفة. لا. إذا بتحسبها مش نهاري يعني يوم. لأنه هو بيخرج في زوال يوم التروية يعني نهار الصباح يحضر الروح ويخرجوا معنا تقريبا منتصف النهار الواحدة يخلطوا العرفة يبقى وقت نصف النهار ثم يبقى الشطر النهار الآخر. حتى اللي صار للمغرب بعد المغرب يبقاو شويه فقط ما يبقاوش برك ربع ساعه وينطلقوا الى مزدلفه فما هوش نهارين لا هو يوم يبات لانه مش يبات في عرفه يمشي بات في عرفه ماهيش مسنونة من الخطبة إذا كان يوم جمعة تقصد من الخطبة اللي هي يوم عرفة يوم عرفة مش اللي موجودة في نمير يعني يحضروها في مسجد نمير يكون هناك من المرشدين من يذكر الناس في خطبة ويصلي بهم الظهر والعصر مش بالضرورة في نمير لا لا أصلاً هذيك نمير إذا تخرج منها اشترها في الحرق في الحين فما اللي يبقى فيها فما تبوش عليه مش ما موقفش في عرفة فيبقى في مسجد نمير وهو في الذهن اللي هي تابعة عرفة وهي اشترها في عرفة واشترها نمرة ميش كلها في عرفة فالأصل إنك إذا نجمت دي مرة ونحكي لي واحد وحده ماشي بشي حج وعنده قوة ويعرف البلاصة بشي يسمع الخطبة في نمرة ثم يعود يرجع لعرفة لكن الأصل إذا ماشي مع مجموعة تبقى مع المجموعة ملتزم به تخرج تبقى شنو اللي بشي يكون في نمرة موجود هو بنفسه اللي موجود في المخيم في عرفة الخطبة موجودة والخطبة ما هيش من الأركان أو الواجبات أو السنن المؤكدة التي يجب علينا فعلها إذا لقينا شكون يعمل الخطوتين ولا الخطبة هذه يعملها إذا ما لقينا شكون يعمل نحن المفروض علينا أن نصلي الظهر والعصر بالتقصير فقط من النهار إيش بش يعمل بعد يوم التروية يذهب مباشرة إلى عرفة يعني ماذا سنة يوم التروية؟ لأنه كان عرفة ما فيهش ماء وكانوا يهزوا من ميناء المياه إلى العرفات مش يشربوا بالنسبة للوقوف في العرفة يعني ماشي خلينا من عرفات أنت تو دخلت العرفة خلطت العرفة خلطت تحكي أيه أنا كمل قلناها خلينا كمل مش مشكلة مش كمل كتاب أنا مش عارف كتاب السيفت التمتع كيفاش نحن وصلنا فيه قلنا فيخرج من بيته فيخرج من بيته إلى بعد أن أحرم إلى عرفة إلى مخيم عرفة فيبقى في عرفة يصلي الظهر والعصر بالتقصير هذا هو باش يتعاود مع الاخرين راه لكن هاو الخصوصيه باش تجي في يوم العاشر بالنسبه للمتمتع ثم بعد ذلك يقف في عرفة وقوفا يسمى الوقوف الواجب راني جاوبتك وذلك الى حدود المغرب من الزوال الى المغرب يعني الوقوف بعد صلاة الظهر والعصر اللي يصليهم يبقى واقفا هنا توش فاسف مش معناته الوقوف يعني يبقى واقفا وقوفا يسمى الوقوف الواجب الى المغرب الوقوف هذا يمكن ان يكون جلوسا في الخيم يمكن ان يكون انسان نائم متكي يمشي
في أي حالة من الحالات ما دام موجود في عرفة يتسمى وقف. أي حالة شهادة، أي حالة مستلقيا على ظهره على بطنه على رأسه واقف على يديه، كل اللي أنت باش تخيله ما دام واقف ما دام موجود في عرفة يسمى وقف في عرفة. في الخيمة في فيلا في ما دام في عرفة ما دام موجود في عرفة يسمى وقف في عرفة. إلى ما دام في عرفة ما خرجش للحل ولو بخطوة، ما دام في عرفة وقف. يمكن لازم يكون جالس حط حاجة على معناتها خيمة أو شد شيء ظلل به باراسول أو أي شيء، أو يمشي ويرجع يمشي ويرجع كل التصرفات، لكن المهم هو موجود على جبل عرفة فهو في الوقوف لهنا. ما هوش النوع ما هوش هما حتى وصلوا إلى الطائرة حتى. طيب مش عارف فيه، لكن مادام هو موجود في عرفة اختلاف انه اللي مار في مار بالطائره هل هو تعدى على عرفه في وقت وقوف الواجب، هل يتسمى وقوف او ما وقفش؟ بخلاف بخلاف ماناش مش موضوع بخلاف. يعني مش حبيت نوصل لك اي هيئه انت عليها ما دام كنت في عرفه تسمى واقفا بعرفه بالنيه بتبيع انت ناوي الوقوف بعرفه. هذا الى حد شنو؟ من الزوالي المقصود به بعد الصلاه الى المغرب، هذا الوقوف الواجب. طيب اذا اخللت بالوقوف الواجب عليك هدي، يعني كان ما وقفتش الوقت هذا شنو اللي عليك ان تدفع؟ عليك الهدي. علاش عليك الهدي؟ لانك اخللت بواجب من واجبات الحج. شنو اللي بقى لنا؟ ويبقى بعد ذلك واقفا من المغرب الى قبيل الفجر. لكن من المغرب الى قبيل الفجر هل يبقى كل هذا الوقت؟ كيف كيف نفس العمليه في الواجب ليس معناتها واجبا عليه ان يبقى كامل الوقت من الزوال الى المغرب. ان وقف معناتها وقتا مقدرا باربع ساعات او بساعه او بساعتين او بنصف ساعه او بربع ساعه واقفا في وقوفا واجبا، ثم بعد ذلك وقف الوقوف الركن بربع ساعه فقط او بعشر دقائق، فقد حصل الواجب وحصل الركن. يعني مش يجب ان يستغرق الركن او الواجب كل الوقت من الزوال الى قبيل الفجر، هو هذا الوقت من الزوال الى قبيل الفجر يجمع الواجب والركن. فاذا وقفت من الزوال الى المغرب بضع يعني خمس دقائق عشر دقائق عشرين دقيقه ساعه، وثم وقفت بمثل ذلك الوقت بعد المغرب بعد الغروب فذلك يكفي. ولكن الوقت كله هو من الزوال، هذا وقت عرفة، من الزوال إلى قبيل الفجر. ثم وقف وقوفا واجبا من صلاة من وقت الغروب إلى قبيل الفجر. طيب الوقوف كما قلنا هذاك يسمى الوقوف وهو يسمى الوقوف الركن. الوقوف الركن هو اللي إذا ما جبتوش ما وقفتش الوقوف هذايا فلا حج لك. يبطل الحج. يبطل الحج، ما عندكش حج. تحكي على التلبية انت مش على التكبير، تحكي على التلبية. التلبية تقف في زوال يوم عرفة. زوال يعني في نصف قبل صلاة المغرب والعصر، يقف قبل صلاة الظهر والعصر تصليهم ثم توقف على التلبية. هنا مش مازال عندنا، ثم بعد وقوف هدايا ينفر إلى مزدلفة. ثم بعد ذلك ينفر إلى مزدلفة تسمى النفرة. تسمى النفرة. ينفر إلى مزدلفة يعني يمشي يمشي، سيذهب إلى مزدلفة، شطرف الكيران يوصلكم إلى مزدلفة. ثم بعد ذلك في مزدلفة شنو الأعمال التي يجب عليك فعلها؟ طيب يجب لا، وفي مزدلفة هناك واجب حط الرحال، هو الواجب في مزدلفة واجب حط الرحال. يجب عليك أن تحط رحالك، يعني الكار توقف تهبط أنت الساك بتاعك اللي فيها الأكل فيها السجادة بتاعك وفيها الماء وتجلس. الساك اللي عندك لازم تهبطها معك وتجلس، كان عندك معناتها باش تاكل حاجه تاكلها، ثم تصلي المغرب والعشاء. فواجب شنو الواجب حطينا؟ واجب حط الرحال، ثم واجب حط الرحال فسرناها يعني تحط الفريجه نتاعك تهبطها معك ولا الساك اللي عندك مش الفريجه الكبيره،
الساكن اللي عندك تربطها معاه، فيها سجادة، فيها دابوس الماء، فيها الأكل بتاعك، فيها منشفة، فيها الأكل ساك صغيرة، فيها دويك، تربطها معاك وتجلس. هذاك يتسمى واجب حط الرحال، وهو قضاء زاد جزء من الليل في مزدلفة. شنو باش نعملوا فيه الجزء من الليل؟ ونصلي المغرب والعشاء جمع التأخير جمعة وقصر جمعة وقصر ثلاثة أربعة، ثم شو مزيد ونجمع الحصيات ثلاثة وزوج ثلاثة واثنين جلدة ثلاثة وأربعة ثلاثة واثنين تقسيم ثلاثة في المغرب واثنين العشاء، ثم نجمع الحصيات. هذا يوم النفر، هذا في يوم النفر اللي هو يعني يبدأ هما بطبيعة نحن يوصلوا قبل الفجر نهار عرفة، نزلنا في عرفة زين يعني نهار تسعة باش يلم سبع حصيات يرمي بهم جمرة العقبة أو تسعة وأربعين لجمرة العقبة واليومين التاليين أو سبعين تسعة وأربعين أو سبعين أو سبعين إذا كان غير متعجل باش يلم يعني بتاع الأيام الكل. ثم ما هوش فرض انه يلم كامل المزدلفه، لكن الافضل انه يلم المزدلفه، هو من اعمال المزدلفه انه يلم، فيلم الحصيات يضعهم في القاروره اللي معاها وكذا، ثم يذهب الى منى. ثم يوم عشرة يعني بعد الفجر باش يرمي جمره العقبه. طيب هذا اللي كنا نتكلم فيه، هذا يجتمع فيه مع المتمتع والحاج كل من القارن والمفرد. كيف كيف المفرد باش يعمل نفس الاعمال هذه، وطبعا الا التحلل اللي نحن حكينا عليه، والقارن سيفعل نفس الاعمال الا التحلل. ونهار عشرة بعد ان يرمي جمرة العقب يقصر، واذا كان يعني النحر هنا كلمه النحر هو مش باش يذبح بالوقت غديك، عنده القصاصه هذيك شاريها بالبل فينحروا عليه في مكه، انتهى الامر بالنسبه للنحر. هنا ولا عنده النحر موجود، اذا كان هنا النحر في حالتين، اذا كان هو يحب يتصدق او النحر هذا لمن كان متمتعا او قارنا او لمن كان له اخلال في الواجبات. النحر هذا يوم عشرة هو باش ينويه فقط يوم عشرة، لكن هو شاد القصاصه من مكه قبلا باش يذبح له النحر تاعو يوم عشرة. هو شنو النحر هذا؟ قلت لمن كان قارنا او متمتعا، نحر لمن اراد التصدق يحب يتصدق، أو لمن كان له إخلال في إحدى الواجبات. هذا شنو اللي يعمل؟ كذلك سينحر. لكن هناك من يذهب للحج وليس له في ذلك شيء، لكن المتمتع والقارن وجوبا. طيب إذا كان من الجمش المتمتع والقارن إنه ينحر، هذا الهدي اللي هو ترتب عليه إما لأنه متمتع أو لأنه قارن أو لأنه كذلك أخل بواجبات، ماذا يفعل؟ يعني يسقط عليه النحر ويعوضه بثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هذو أعمال يوم عشر، لكن المتمتع ويزيد المتمتع تبنيهم نحن ولي، فيرمي جمرة العقبة ويقوم بالنحر، ثم يطوف طواف الإفاضة ويتبعه بالسعي، ثم يطوف طواف الإفاضة ويتبعه بالسعي. شيخ ولي عود لي وصلت حدك شيء، نصل المغرب والعشاء قصر ثم نجمع الحصيات في المزدلفة، قلنا هكا ولا يصلي العشاء والمغرب ويجمع الحصيات ثم يذهب إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة، ثم يرمي إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة اللي هي جمرة واحدة بسبع حصيات، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويقوم بالنحر من قوسين حطوا يعني شراء القصاصة سابقا اللي هو شراها من مكة قبل أن يذهب إلى ميناء. شراها من البنوك، فهم بنوك مجعولة لشراء القصاصات هذه، مجعلتهم المملكة العربية السعودية شراء القصاصة؟ شراء القصاصة من قوسين هذه ينحر، ثم يقوم بطواف الإفاضة اللي هو ما عندوش فلوس يبقى في حقه، ليش ما يعاودش يجي بعد مازال الحج ايام الحج مازال ما فيهاش، ينجم يقوم بالهدي. ثلاث ايام في الحج يعني في قبل ان يكمل نهار 14 عنده ثلاث ايام. ثلاث
يصوم ثلاثة أيام الأخرين يعاود يمشي يكمل سبعة أيام في ينجم كان هو ما يعرف روحه ما عندوش فلوس من الأول ينجم يصوم ثلاثة أيام وبعد يكمل سبعة أيام. ثم يقوم بطواف الإفاضة ويتبعه بسعي هو سعي الحج هو السعي الركن في الحج. يعني بعد ما يرمي الجمرات يتوجه ديريكت لمكة. هنا هو مخير اما يبقى في ميناء الى يوم 11 12 13 يكمل يرمي نهار 13 مثلا يمشي يعمل طواف الافاضه ويشبعه في الساعه اول نهار نهار 10 لكن نهار 10 اذا مشي يمشي وحده. قداش يقعد في ميناء شيخ؟ يمشي وحده يعني ماهوشي مع الفوج مش يمشي مش مع التوانسه الكل مش يمشي مش يمشي وحده يطوف ويسعى ويرجع. وين وصلنا؟ ويتبعه بالسعي وهو السعي الركن للحج ثم يرجع الى ميناء ويبيت فيها يومين او ثلاثه وجوبا. هنا وجوبا يبيت فيها يومين او ثلاثه ايام وجوبا ثلاثه ليال وجوبا. معناتها هو لنا باش يزدحم معناها نفس الشيء. كيفاش يزدحم؟ إذا كان الناس كل وجوبة مش يباتوا في ميناء معناها النهار التروية معناها مش يبات يعني النهار كامل ينجم يمشي يطوف ويسعى نهار كامل يطوف ويسعى هو عنده يوم يوم 10 يوم 11 يوم 12 يوم 13 هذوما شو الأيامين في النهار يمشي يطوف ويسعى عنده فسحة من الوقت ثم ينجم النهار الأخراني اللي فيه يعني 11 12 13 هذوما ثلاثة أيام اللي هما فما أوقات تبدأ فيهم الدنيا فاضة يمشي يسعى ويطوف وهنا هو التونسي يمشي مع بعضهم يسعى طواف الإفاضة وقتها بالنسبة لمن طاف كان مفردا أو قارنا يطوف طواف الإفاضة ويرجع لكن اللي مازال عنده السعي بعد طواف الإفاضة اللي عمله مع التونسي الكل يذهب يسعى ثم يرجع عنده يوم 10 يوم 11 يوم 12 يوم 13 الأيام هذه كل نجم يقوم فيها بطواف الإفاضة ويتبع ذلك بالسعي عنده أربع أيام النجم يطوف فيهم ويسعى ويبقى وجوبا قلت ثلاثة أيام في ميناء يرمي فيهم الجمرة الأولى والثانية والثالثة اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى كل يوم ب يعني سبعة يعني 21 ثم سبعة 21 هذا قديش ثم سبعة 69 وعندنا سبعة 63 وعندنا سبعة في جملة العقبة هذوما السبعين اللي حكينا عليهم يعني إما السبعة وإما متاع اليوم الأول والثاني اللي هما 49 وإما متاع الأيامات الأربعة اللي هما يطلعوا 70 فقط بعد ذلك انتهى بالنسبة لواجبات وأركان الحج تنتهي برمي الجمرات الأخيرة لليوم الأخير. جمرات الثلاثة الوسطى والكبرى والصغرى كل واحدة عندها سبعة في النهار في النهارين فينا واحد في النهارين 14 في الثلاث أيام 21 يعني يتعدلهم في كل نهار يتعدلهم ثلاثة هو هي مع ميجانترا يتعدل الأولى يرمي ثم الثاني يرمي ثم الثالثة يرمي ثم يلقى روحه راجع معاش بشيء ما عم يعاودش يرجع عليهم أصلا يعاود يدور إن شاء الله إلى غدوة إلى غدوة ثم ينتهي ثم يبقى آخر شيء هو طواف ثلاث أيام يا شيخ الوداع بالنسبة للرمي ثلاثة أيام ماشي نهارين أو ثلاثة نهارين أو ثلاثة ديما نحيو جمرة العقبة ما نحسبوهاش جمرة العقبة نهار 10 ما نحسبوهاش الرمي الجمرات يبدأ نهار 11 12 والنجم يوقف 11 12 نهار 13 فما اللي يكون يبقى اللي 13 يرمي فما اللي ما يبقاش يولي ثلاثة أيام في الرمي وعندنا جمرة العقبة قبل تسبق نهارين يسمى متعجل في نهار يرمي 14 أربعة لا لا في يرمي نفس الجمرات مش باش يعوض هو النهار الاخرين النهار الاخرين ما يعوضوش اذا ينجم يبقى النهار الاخرين يبقى ويرمي اذا ما ينجمش يرمي نفس العدد في اليوم الاول اليوم الثاني ما يزيدش يعني يرمي سبعة ويروح ثم اليوم الثاني سبعة ويروح مش باش يعوض النهار الاخرين يقول خنزير لا بعد رمي جمرة العقبة،
خلينا في جامعة العقبة طوال نحن عطينا توا التمتع شنو هو؟ مازلنا في الخلاصة نتاع حرامنا وصلنا لآخر الحج كملنا الحج نحن مازلنا نعطيو في خلاصة الإحرام وصلنا قلنا هذه المتمتع كيفاش هاكم خذيتوا فكرة على الحج بصفة عامة لكن هذا المتمتع شنو اللي زايد على الآخر؟ زايد السعي الثاني هذا فقط. طيب شكون يعطيني توا المفرد المقارن كيفاش يقوم بالحج بتاعه؟ قال بالنسبه للقارن ينوي نيتين ويعمل عمل واحد يقول الله النية شو يسميه يقرن النية الأخرى شنو اسمها الإحرام الإحرام يحرم بين نيتين ويعمل ويفعل عملا واحد يقول اللهم إني نويت عمرة وحجة ويعمل طواف القدوم اللي هو طواف العمرة طواف الحج بعد يسعى طواف ال يسعى سعى 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 في نفس الوقت سعى يوم سبع أشواط نفسه طيب ثم ليل حلب يبقى على حاله ويكمل العمل بتاعه في ثم يوم الثامن يمشي لعرفة من عرفة إلى مزدلفة من مزدلفة يحط الرحال إلى ميناء ومن ميناء يرمي جمرة العقبة إلى آخر ذلك ثم يفعل نفسه بعد طواف الإفاضة ماذا يفعل؟ ما يفعل شيء ثم له عليه هدي الهدي بالنسبة للمفردي ليس يقول اللهم أني نويت الحج يا واحد ويطوف يعمل طواف القدوم والسعي يعمل طواف القدوم طواف القدوم اللي هو طواف واجب طواف واجب ويطوف ما يعملش السعي معليش ما السعي من بعد يطوف سعي سعي مش سعي من سعي للحج الحج سعي الحج فماش عمره المفروض ما عملش عمره باش يقول لهم نويت الحج اذا هو سيقوم بطواف الاول احرام للحج ثم طواف واجب اللي هو طواف القدوم هذا اسمه طواف القدوم طواف واجب للحج ثم السعي للحج هو طواف السعي ركن ثم عرفة ثم مزدلفة ثم ميناء ثم في بعد طواف الإفاضة ماذا يفعل؟ يرجع يتحلل بعد طواف الإفاضة هل يسعى أم لا؟ لا لا طيب القران تمتع 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 ما يصيرش عمرو ينوي العمرة فقط من الأول ويعمل أعمال العمرة من إحرام طواف وسعي ويتحلل للعمرة ويبقى يلبس كما الناس في مكة وبعد في يوم الثمانية ينوي الحج ويمشي يحرم معناها في مكان في مكة ويمشي يوم التروية في ميناء أو يتعدد إلى عرفة يقوم بركن الواجب والركن في عرفة وبعد يمشي مزدلفة المستلفة يرمي يلم الحصيات شيء يحط الرحال ويصلي المغرب عشاء ويتعدى بعد الميناء يرمي جمرة العقبة وهو مخير إما يقعد معناه يتعدى مكة يعمل طواف الإفاضة ويسعى وإلا يبقى ثلاثة نهارين ولا ثلاثة أيام ويمشي يرمي الأيام الوسطى والصغرى والكبرى وبعد يمشي يعمل طواف الإفاضة ويسعى وبعد الطواف الإفاضة يسعى يقوم بالسعي ويعمل هدي فقط من هذا هو الفرق هاكم ثلاثة واضحين ولا مش واضحين؟ واضحين واضحين هذا هو ثلاثة فقط هذا هو الفرق بين المتمتع وبين المفرد والقارن الملخص أستاذ أنه أسهل بالنسبة للحاج يمشي متمتع كونه يمشي على بكرة معناه يعمل عمل نتاعه وما يبقاش في لباس الإحرام معناه فمش يمشي على بكري متمتع ولا غير متمتع فمش يمشي على بكري يعمل لو كسبوك على عبيد لا هو الهنال يمشي يعمل عمرته ثم يتحلل لأنه غير مطيق للإحرام أو لباس الإحرام أو لديه من المشاق ومن الأمراض في الجلدية أو الجسدية أو النفسية ما يكون مكرها أنه يحب يلبسك اللباس اللي هو فيه مشق عليه وأنه فيه بعض المحرمات وبعض الأشياء التي يجب
يجب عليه ألا يفعلها وهي مكروهة فالأمور تصعب عليه إذا كان رجل كبير في السن وكان إنسان يعني عنده مشاق عنده أمراض في الجلدة أو في الرأس أو في أو حتى أمراض نفسية إنسان يتعب نفسانيا في سفيسة عنده الاكتئاب كذا فيعمل ساعتين في العمرة ثم يتحلل ويبقى إلى يوم الثامن هذا يخفف عليه لكن هذا على الخيار هذا على خياره هو إيش باش يحب ثم إذا كان زاد عنده حق التمتع من أول الأمر ما يكونش هو ما عندوش التمتع يعني باش يدفع هادي ويحب يتمتع إلا إذا كان صح ضرورة فوقتها يلتجئ إلى الصيام طيب هذوما الخلاصة الإحرام ناخذ واجبة الإحرام نلخصوها واجبة الإحرام تجرد الرجل من المخيط والمحيط تجرد الرجل من المخيط والمحيط والمحيط فيكون لباس الإحرام إزارا ورداء ونعلين فيكون لباس الإحرام إزارا ورداء ونعلين أما المرأة فإنها تلبس لباسا عاديا ساترا لبدنها لا يصف ولا يكشف لباسا عاديا ساترا لبدنها لا يصف ولا يكشف عدا وجهها وكفيها عدا وجهها وكفيها بمسألة وجهها وكفيها قلت من الله كيف في مدامها محرمة المرأة مدامها محرمة يعني بالنسبة للمتمتع حتى تنتهي من العمر بالنسبة للمفرد والقارن حتى ينتهي من الحج من حجه بالنسبة للمتمتع حتى ينتهي من العمر ويستأنف يوم الثامن ويبقى به بذلك الإحرام خمسة أيام ستة أيام يعني إلى يوم أن يطوف بالبيت ويسعى هذا الوقت اللي يجب فيه على المرأة أن تكون كاشفة لوجهها وكفيها وعلى الرجل أن يلبس الرداء والنعلين الإزارة والرداء والنعلين وأن تجتنب المرأة والرجل كل محرماته أو مبطلات الإحرام ومكروهاته يعني مش وقت اللي هي تبدأ فقط في المسجد الحرام تطوف أو في المسعى تسعى أو في عرفة واقفة لا كل الأوقات ما حتى الأوقات التي تصلي فيها أو تنام فيها أو تجلس فيها أو تدخل فيها بيت الخلاء أو تأكل فيها أو تقرأ القرآن وهي ليست في حالة من ليست في شعيرة من شعائر الحج ركنا أو واجبا هي في إحرام لأن الإحرام هو زمان في مكان محدد أو في عدة أمكنة محددة لكن شنو المكان هذايا أو عدة الأمكنة هي التي فيها شعائر الحج اللي فيها الشعائر والمكان هو وقت من شوال إلى زمان وقت الزمان من زمان من شوال إلى إلى وقت شوف الحج إلى 13 من ذي الحج يعني الأيامات هذوم ما دام كنت موجود فيهم في مكة اللي هو المكان المحدد للعمرة وللحج موجود فيهم في مكة في هذا بهذا المكان هذا في الزمان هذا يجب أن تكون محرما سواء كنت محرما بعمر أو محرما بالحج أو محرما بكليهما يجب عليك أن تخضع لهذه الشروط هناك واجبات يجب أن تفعلها وهناك أركان يجب أن تفعلها وهناك محرمات في الإحرام وهناك مكروهات للإحرام من مكروهات من محرمات الإحرام أن تلبس المرأة غطاء لوجهها أو كفيها نقابا أو بندوات قفازين والرجل أن يلبس المخيط والمحيط لكن هذا اللي حبيت نرجع له أن المرأة يمكن لها أن تلبس القفازين أو تلبس غطاء الوجه في حال أنها وجدت أو خافت على نفسها الفتنة
لأن قلنا في الإحرام تكلمنا على النقاب والحجاب والقفازين، قلت لهنا أواشي يبطل مباشرة إحرامها أو يكون في إحرامها خلل يجب فيه الفدية أو يجب فيه الهدي. لا، إذا كان بالنسبة للمرأة لبسة النقاب أو القفازين لأجل خوف فتنة فلا شيء عليه، ثم تنزعه إذا ذهب هذا الخوف، ما توصلش به. إذا حس مرة أخرى فما فتنة، هي قدرتها أنها فتنة، تلبس مرة أخرى نقابها يعني تغطي وجهها، فإحرامها في كشف وجهها وكفيها، فإحرامها في كشف وجهها وكفيها، فلا تضع نقابا ولا تلبس قفازا، فلا تضع نقابا ولا تلبس قفازا. اثنين، كشف الرجل رأسه، كشف الرجل رأسه يعني الرجل لا يضع على رأسه غطاء. ثلاثة، التلبية، وتكون متصلة بالإحرام، التلبية وتكون متصلة بالإحرام، ومن فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل، ومن فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل فعليه هدي، فعليه هدي، ويستمر عليها الحاج، ويستمر عليها الحاج إلى زوال، ويستمر عليها الحاج إلى زوال يوم عرفة، إلى زوال يوم عرفة. يعني التلبية تبقى مع المعتمر إلى حدود أن يرى البيت ليبدأ في الطواف، وتبقى مع الحاج إلى حدود زوال يوم عرفة. فإن فصل بين إحرامه وبين الزوال وبين إحرامه وبين التلبية بفاصل طويل فعليه الهدي. قيل يعني نصف اليوم، أكثر شيء اليوم نصف اليوم. خمسة صلوات للتقليد، خمسة صلوات يوم كامل، نصف اليوم يعني نصف اليوم يعني ست نصف النهار، نصف النهار 12 يوم، ست ساعات. ولا يتركها إلا عند الدخول إلى المسجد الحرام، ولا يتركها إلا عند الدخول إلى المسجد الحرام. ولا يتركها إلا عند الدخول إلى المسجد الحرام لطواف القدوم والسعي، ولا يتركها إلا عند الدخول إلى المسجد الحرام لطواف القدوم والسعي. أنا أعطل بها يا شيخ، ولا يتركها، ولا قلنا في العمرة يتركها عند الطواف، إذا رأى البيت يمشي للطواف يتركها، ما عادش يرجع لها. لكن بالنسبة للحاج سيقطع تلبيته أكثر من مرة إلى أن يتركها بالكلية، أو يقطع تلبية بالكلية. متى يقطع التلبية مرة واحدة؟ ما عادش يلبي، زوال يوم عرفة، ولكنه عند رؤية الكعبة ودخوله للطواف ثم دخوله السعي سيقطعه، ما عادش يمشي يلبي. وقتاش يعاود يرجع إلى إذا فرغ من السعي يرجع إلى التلبية، ويبقى على تلك التلبية إلى زوال يوم عرفة. يعني هذا عملية القطع هذه بعد القطع هناك استئناف للتلبية مرة أخرى. فهمنا التلبية احنا في يوم عرفة، يعني بعد الغروب احنا قلت عند زوال يوم عرفة، شوك هو أنا قلت لك عند زوالي يوم عرفة، ثم مكتوبة عند زوالي يوم عرفة، ما خلطش المغرب،
عند زوال يوم عرفة، يعني قبل أن يبدأ في الوقوف عرفة. مازال ما بداش في وقوف عرفة، لكن هو موجود في الخيمة تاع عرفة. فعند الزوال وقت اللي جاء عمل الخطبتين المرشد الديني وصلى معه الظهر والعصر، ينتهي التلبية. وقتاش نعاود نرجعوا له؟ ما عادش نرجعوا له. طبعا هذا في خلاف. الملكية يقولون بأنه ما عادش نرجعوا له، لكن مذاهب أخرى تقول نرجعوا للتلبية. هذا ما فيش إشكال. نحن عندنا إلى زوال يوم عرفة وانتهى الأمر. بما بالنسبة للمعتمر هو شنو الأركان اللي عنده؟ عنده إحرام وطواف وسعي، ثم سيتحلل ويروح. فبالنسبة لمن كان فعله ذلك باش يعمل عند رؤية الكعبة ينتهي الأمر. يعني من وقتاش يبدأ يلبي؟ من الميقات، يعني بالنسبة لنا نحن مثلا من أبار علي، وهو يلبي إلى أن يصل إلى مش بس مباشرة إلى الطواف والكعبة، باش إلى النزل ويبقى على التلبية، ثم يضع ثيابه ثم يبقى على التلبية، وهو في مشيه إلى الكعبة الحرم يبقى على التلبية إلى أن يرى الكعبة فيقطع وينطلق في أركان عمرته، يكمل أركان عمرته يتحلل ويرجع إلى حال سبيله ما عادش عنده تلبية. إذا التلبية تماما تنقطع بالنسبة للمعتمر عند رؤية الكعبة، وبالنسبة للحاج في زوال عرفة، لكن بالنسبة للحاج يستأنف التلبية بعد طوافه وسعيه، بعد أن يطوف ويسعى يستأنف أن التلبية مرة أخرى، ثم يستأنف التلبية كلما قطعها، يعني كلما قطعها لصلاة يعيد التلبية، كلما قطعها لأكل أو شرب يعيد استئناف التلبية، كلما قطعها من نوم وقراءة قرآن وذكر ومشي وحوار وإلى آخر ذلك، ثم يعيد التلبية، فتكون التلبية دائما متجددة. المتمتع بعد أن تحلل من العمرة يصبح مقيما في مكة، لا يبيع ويشتري ويأكل ويتزوج ويعقد ويفعل ما يشاء، ولا يلبي ولا شيء، ما عادش في حاجة، ما عادش في عمرة، ما عادش في حاجة. ولا كواحد من أهل مكة، من هم أهل مكة كلهم يلبيوا في الحج، لا، فيبقى كواحد من أهلها. قلت اثنين كشف الرجل رأسه، ثلاثة التلبية، ولا يتركها إلا عند الدخول إلى المسجد الحرام لطواف القدوم والسعي، ويجب عليه أن يعود إليها، ويجب عليه أن يعود إليها بعد الفراغ من السعي. يجب عليه. ويجب عليه أن يعود إليها، ويجب عليه أن يعود إليها بعد الفراغ من السعي. بعد الفراغ من السعي، فإن لم يعاودها أصلا، يعني من بعد السعي لم يرجع إليها إلى الزوال، ما عاودش رجع، ما عاودش لبى، فإن لم يعاودها أصلا فعليه هدي، فعليه هدي. وهذا بالنسبة للمفرد والقارن، فعليه هدي، هذا بالنسبة للمفرد والقارن. معليش، لأن المتمتع تحلل ما عادش في إحرام. وهذا المفرد والقارن، أما المتمتع فإنه لا تلبية عليه بعد التحلل من العمر. وهذا المفرد والقارن، أما المتمتع فإنه لا تلبية عليه بعد التحلل من العمر، وإنما يعود إليها لا تلبية عليه بعد التحلل من العمر، وإنما عليه أن يجددها، وإنما يعود إليها عند الإحرام بالحج، وإنما يعود إليها عند الإحرام بالحج يوم التروية. وإنما يعود إليها عند الإحرام بالحج يوم التروية، ويستمر عليها إلى زوال يوم عرفة.
ويستمر عليها إلى زوال يوم عرفة. شيخ يوم السابع. ثمن. أيه يوم السابع من غدوتها يوم الخامس. استقرار. يوم الثمانية قبل يعني قبل الفجر. يعني يوم السابع مش يجينا يوم الثمانية من غدوة. المتمتع وقتش ينوي وقتش يتجر. نهار ثمانية. علاش انت خليت التسويعات قبل الفجر ولا عشان؟ انا متمتع ويوم السابع متحلل. ويوم الثمانية باش نجدد نية الحج. الاحرام. وقتاش بالضبط؟ جدا نهار مش يلزم من اول الساعة الأولى من النهار. يعني في زوال في يوم الثاني تمشي للمكان اللي انت فيه باش تلبس اللباس نتاعك مثلا في صلاة الظهر وتلبس لباس الإحرام وتنوي وتصلي الظهر وترجع إلى نية الحج في يوم الثالث. عادة عن صلاة أعطيني أنا قبل الصبح قبل الظهر وقبل كل شيء أعطيني أنا لهنا وين وصلنا نحن؟ وصلنا إلى هذه الواجبات هذه خلاصة. طيب نحن حكينا في قبل برشا حاجات ذكرنا برشا حاجات كلامنا عن القمر كلامنا عن الأشياء اللي بها الفائدة وهي القواعد هي اللي كتبناها من غير برشا كلام واضح. أكثر حاجة تركزوا فيها هي التلبية لأنه الناس تنساها وك شفتوا قطع التلبية يؤدي إلى الهدي. التلبية بالنسبة خاصة للمرشد هو اللي يذكر بها من معه سواء كان نساء أو رجال راهم يرهدوا وكيف يقوم من النوم ينسى ويتلابي أحاديث جانبية لازم تبدأ معاه أنت موجود وأنت في الكار معاه مش تذكره دائما تقرأ عليه الحديث تقرأ عليه الآية ثم تلبي وتعيد التلبية وتحاول أن يشاركك في التلبية هو زاد معاك من تالي تحاول تكلمه الناس كل زنا لبيرة وفيها هديرة وكذا تذكروا بالحكم بتاعها وتذكروا بها وتذكروا حتى بالمعاني بتاعها اللي هي كلها تلبية التوحيد وتبدأ تذكر فيه مش هو ينساش إلا أن تصل إلى النزل وأنت دائما في تذكيره تمشيش الإنسان ينشغل بالدنيا وينشغل بالساك متاعه بالفليجة متاعه ويترك الواجب عليه وهو أصلا ماشي على خاطر ماشي للحج باش يفعل كذا ويفعل كذا وكذا فيجد نفسه يفعل كل شيء إلا الأوامر والنواهي والواجبات والأركان التي حددها الشارع له فهذا من باب الذكرى. إذا كان نساء مرتين للتلبية يعود يعمل هدين كيفاش نساء مرتين؟ مثلا لبى وانقطع نساء التلبية بتاعه ورجع بعد نهار نصف نهار وكيف كيف رجع ونساء مرة مرتين عادوا لك عندهم مرتين هكا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.